بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حصة اللغة العربية لهذا اليوم. معكم أنا الأستاذة أسماء أحمد الأعوج من المدرسة الفلسطينية المشتركة، معلمة الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبائي. سوف نتعرف أنا وأنتم حرفا جديدا من حروف اللغة العربية. الدرس التاسع حرف الظاء. ظاء إب. في البداية سوف نقوم برواية قصة استماع الحرف، ونحن نعلم تماما بأنه هناك آداء نستخدمها في الاستماع، إلى قصة الحرف. يجب علينا ماذا؟ نعم صحيح، يجب علينا الاستماع والإنصات لقصة الحرف كما تعودنا من آداب وقوانين الاستماع. لذا يجب علينا جميعا، هيا بنا جلسة صحيحة إلى الخلف. أحسنتم، الجميع يستمع لأن هناك أسئلة تلي قصة الاستماع. هيا بنا نستمع لقصة حرفنا الجديد لهذا اليوم. قصة حرف الظاء. عاد ظافر من المدرسة إلى البيت في فصل الشتاء. تناول طعام الغداء، فغسل يديه، ثم سمع صوت نظير يقول بفرح وسرور: ما أجمل ألوان قوس قزح في السماء. حمل النظور وخرج من البيت، نظر إلى أعلى فشاهد ألوان قوس قزح الجميلة. إذن بعد أن استمعنا إلى قصة الحرف الجديد لهذا اليوم، دعونا نسترجع معا أحبائي ماذا استمعنا. تعلم، عاد ظافر من المدرسة إلى البيت في فصل الشتاء. ها هو ظافر، عاد إلى البيت في فصل الشتاء. ثم تناول طعام الغداء، فغسل يديه، ثم سمع صوت نظير يقول بفرح وسرور: ما أجمل ألوان قوس قزح في السماء. حمل النظور وخرج من البيت، ونظر إلى أعلى فشاهد ألوان قوس قزح الجميلة. كم هي من قصة جميلة. تعالوا معا نستفسر ونطرح بعض الأسئلة كما تعودنا أحبائي، كي نعرف ماذا استفدنا من هذه القصة وشخصيات هذه القصة. المطلوب منكم جلسة صحيحة مرة أخرى إلى الخلف. أحسنتم، سنجيب شفويا، وأريد التفكير جيدا في السؤال ثم بعد ذلك الإجابة شفويا. السؤال الأول: ماذا سمع ظافر؟ ها، ماذا سمع ظافر؟ نعم صحيح، سمع ظافر
صوت نظير. معا مع بعض، سميع ظافر صوت نظير. احسنتم. السؤال الاخر، ماذا قال نظير؟ ماذا قال نظير؟ ها، ماذا قال نظير؟ ما اجمل الوان قوس قزح في السماء. نعم صحيح، رائع، احسنتم. ماذا حمل ظافر عندما خرج من البيت؟ ها، ماذا حمل ظافر؟ حمل الناظور. نعم، وهي أداة خاصة لتقريب وتكبير الأشياء من بعيد كي يشاهد ماذا؟ ها، كي يشاهد؟ نعم أحسنت، كي يشاهد ألوان قوس قزح، تلك الألوان التي تتشكل في السماء، سبعة ألوان جميلة تتشكل بفعل سقوط المطر أثناء وجود الشمس في السماء، وأكيد تم أخذه في مادة العلوم. نعم أحسنت. السؤال الذي يليه، نستمع. ماذا شاهد ظافر؟ ماذا شاهد ظافر؟ نعم، شاهد ألوان قوس قزح الجميلة، وقلت منذ قليل إنها سبعة ألوان تتشكل أحبائي في السماء بعد سقوط المطر أثناء وجود الشمس. إذا القصة اشتملت على كثير من الشخصيات، ظافر، نظير الأخ الصغير، وناظور وهي أداة تستخدم في تقريب وتكبير الأشياء البعيدة. إذا كلها أشياء تشتمل على حرفنا الجديد اليوم، هذا الحرف الجميل الذي يشبه الطاء التي أخذناها من قبل ولكن على رأسه، نعم نقطة. إذا موضوع درسنا اليوم هو حرف الطاء. أسمع مع بعض صوت مرتفع، حرفنا اليوم اسمه ظاء. ما اسم الحرف الأخرى؟ ظاء. هذه المجموعة ظاء، أحسنتم، الصف بأكمله ظاء، اسمه ظاء وصوته، أحسنت، اسمه ظاء وصوته أب. مع بعض، اسمه ظاء وصوته أب. نعم أحسنتم. قبل أن نستعرض معا أشكال الظاء، دعونا نتعرف على ماذا استفدنا من قصة حرفنا لهذا اليوم. ها، ماذا استفدنا؟ نعم، لقد استفدنا أنه يجب علينا أن نغسل الأيدي جيدا بالماء والصابون كما فعل ظافر. هذا أول شيء. أولا يجب علينا غسل الأيدي بالماء والصابون، فالنظافة أحبائي مطلوبة، سواء كان قبل الطعام، بعد الطعام، قبل أن نسلم على صديقي، لا بد أن نغسل الأيدي بالماء والصابون جيدا حتى نحمي أنفسنا من الأمراض. أيضا تعرفنا إلى شيء مهم، معلومة هي نضيفها إلى بنك معلوماتنا التي نتعلمها من كل قصة نستمرها لكم. القيمة أو الشيء والمعلومة التي تعلمناها هي الألوان السبعة، ألوان قوس قزح التي تتشكل في السماء كما أخذتم في مادة العلوم، هي ألوان سبعة جميلة نراها في السماء عندما تظهر الشمس وينزل المطر في آن واحد. أما الآن دعونا نتعرف إلى أشكال حرف الظاء. اسمه ظاء وصوته إب، أحسنتم. دعونا نتعرف إلى أشكال الظاء. هيا بنا نقرأ مجموعة من الكلمات. نعم، يلا مع بعض.
هنا في كلمة ظرف، ما موقع أرقى من كلمة ظرف؟ ما موقعه؟ نعم صحيح، في أول كلمة. كلمة أخرى مع بعض نقرأ. محفور، محفور. جاء حرف الظرف، نعم صحيح، في آخر كلمة منفصل. كلمة أخرى، هيا بنا نقرأ. نظف، نظف. ما نقطة الظاء هنا؟ انظروا إليها جيدا. نعم صحيح، في وسط كلمة، ولها غرامان. حفظ، صحيح. ما نقطة الظاء من كلمة حفظ؟ نعم صح، في آخر الكلمة ولكنه متصل في الحرف بالحرف الذي قبله. إذا نستنتج معا أن لحرف الظاء شكلان فقط، لحرف الظاء شكلان فقط. نعم صحيح أننا عرضنا أربع كلمات، ولكن نستنتج في النهاية أحبائي أن الظاء له شكلان فقط. هذا الشكل الأول لحرف الظاء إظ، وهذا الشكل الثاني، شكلان فقط. مرة أخرى، كم شكل لحرف الظاء؟ نعم صحيح، شكلان فقط. مرة أخرى، الصف بأكمله، كم شكل لحرف الظاء؟ شكلان فقط. نعم صحيح. مطلوب من الجميع جلسة صحيحة إلى الخلف. هذه هي أشكال الظاء كما هي معروضة أمامنا. أراد حرف الظاء أن يصادق حروف، نعم حروف المد، حروف المد آ أو إي. أراد حرف الظاء أن يصادق حروف المد من خلال الكلمات الثلاثة. انظروا، هيا بنا نقرأ. ظافر، ظا حرف الإذ مع مد الآن. نعم، نظير، نظير، حرف الإذ مع مد، أحسنت، مع مد الإي. وناظور، انظروا إلى حرف الإذ مع مد الأو. إذا كيف نلفظ الإذ؟ ما هي بدون الثلاثة؟ مع بعض، ظا ظو ظي. رائع، الظاء مع المدود. مرة أخرى، ظا. الأيدي إلى الأعلى مع بعض، ظا. رائع، ها مع بعض، ظو. أحسنتم. إلى الأسفل، حرف الأم مع الإي، ظي. أحسنتم. وبعد أن تعرفنا على أشكال حرف الظاء شكلان فقط، تعالوا معا من خلال هذه الكلمات نلفظ حركة الفتحة والضمة والكسرة والسكون والشدة. هيا بنا نقرأ هذه الكلمات التي تشتمل على الظاء مع كل هذه الحركات. هيا بنا، نعم. ظرف، أبعد، ظرف. انظروا إلى حرف الإظ في كلمة ظرف. اشتمل على الإظ في أول الكلمة مع حركة، أحسنت، حركة الفتحة. كيف نلفظ الإظ مع الفتحة؟ ها، كيف نلفظ؟ نعم صحيح، ظ مع بعض، ظ. حركة الفتحة مع الإظ، ظ. مرة أخرى، ظ. نأتي إلى الكلمة الثانية، هيا بنا نقرأها معا. ظو، ظروف، ظروف. انظروا إلى الإظ التي جاءت في أول الكلمة مع حركة،
انظروا إلى هذه الكلمة، هي انتهج وطلعها معا، هي ما. مناظر. مرة أخرى، مناظر. ما اسم هذه الحركة التي تأتي أسفل الحرف؟ نعم صحيح، الكسرة. هذه حركة الضمة وهذه حركة الكسرة. إذا مرة أخرى، كيف نلفظ الإر مع الكسرة؟ ظي. مرة أخرى، ظي. إذا مع الفتحة ظ، مع الضمة ظو، مع الكسرة ظي. أما مع الشدة، انظروا كيف يتم لفظ الإر مع الشدة. جاءت الإر هنا في وسط كلمة مع الشدة، مضبوطة وكأنها حركتان. انظروا مع بعض كيف ننفض الإر مع الشدة. أف. مرة أخرى، أف. أحسنتم. بقي لدينا السكون، الإر مع حركة السكون. كيف ننفض الإر مع السكون؟ أف. وكأنني أنفض صوت الحرف. مع بعض مرة أخرى، هيا هيا بنا مع بعض. ذا، ذو، ذي، أذ. وأخيرا مع السكون، تعالوا معا من خلال هذا الجدول وهو جدول التنوين. من منكم يذكر أغنية التنوين؟ قمت بتعليمكم أغنية جميلة للتنوين. أنا التنوين، ثلاثة تنوين، واحد منهم دلوع، والتاني المساكين. أن، أم، إن. أحسنتم. اخترنا بعض الكلمات التي تشتمل على حرف الإر في نهاية الكلمة، مثل كلمات مع بعض اقرأ. صحيح، حظا، تنوين الفتح.
محفوظ ظر ومحفوظ ظل. ماذا يحتاج الميم الفتاح؟ نعم صحيح الى وكيف نرفع كلمه محفوظ مع الميم الفتاح؟ محفوظا. احسنتم. هيا بنا احبائي نطبق ما قمنا باحفظه اليوم لحرف الضاء الذي اسمه ضاء. نعم صحيح وصلتم. على حرف الضاء. هنا يوجد مجموعة من الحروف من بينها حرف الضاء يسوقو إر. هل هذا الحرف هو ضاء؟ كلا، هذا الحرف هو إض. مع بعض ها؟ إض ها؟ ضاء إض. نضع خط تحت الحرف المنطوق وهو الضاء. اف اذ. انا لاحظوا انا اقول صوت الحرف اذ. مره اخرى. نعم احسنت. اج ها اذ. احسنتي. اف و اذ. اذا واحد اثنان ثلاثه اربع خطوط وضعناها تحت الحرف المطلوب منا لهذا اليوم. هيا بنا نقرا سريعا معا هذه الكلمات التي تشتمل على حرف الضاء. احسنتم. نم بابا نم نظافة. ما موقع الاذ هنا؟ نعم في وسط الكلمة. احسنت. نريد ان نضع خط فقط تحت الحرف المطلوب وهو الاذ. كلمة ذو ظروف. ما موقع الأذ هنا؟ تفضل. نعم في أول كلمة. نقرأ معا منظور. ما موقع الأذ؟ في وسط الكلمة. حفيظ. حفيظ آخر الكلمة متصل. محافظ. رائعون صراحة. في آخر الكلمة متصل. يأتي التدريب الذي يلي. انظروا إلى هذه الكلمة. كلمة مناظر. نعم صحيح مناظر. هنا نوعان من التحليل، تحليل الحرفي والتحليل الصوتي. أنا هنا في هذا السؤال نريد أن نحلل كلمة مناظر تحليلا حرفيا، تحليل حرفي، كل حرف سينزل إلى غرفته، إذا كان له ذراع سينزل مع ذراعه ومع الحركة الموجودة عليه، وإذا لم يكن له أي ذراع ينزل حتى شكله في الكلمة. هيا بنا نحلل كلمة مناظر تحليلا حرفيا. ما نا ذي مناظر. مناظر. إذا حللنا كلمة مناظر تحليلا حرفيا، كل حرف نزل حسب شكله الذي جاء فيه إلى غرفته. من منكم يذكر هذا التدريب الجميل؟ نعم نريد أن نركب المقاطع. من منكم يذكر ماذا نسمي الحرف المتحرك مع الحرف الساكن؟ ها ماذا نسميه؟ نعم صحيح أحسنت. مقطع صوتي. هيا بنا نركب تلك المقاطع الصوتية لنحصل على كلمات. ها هيا بنا نأخذ مع بعض المقطع الصوتي. ظا ظاهر. ظاهر احسنتم. وظافر. ظافر. وظالم. ظالم. احسنتم. ركبنا المقاطع الصوتيه واتفقنا من قبل ان المقطع الصوتي هو حرف متحرك مع حرف ساكن، والحروف الساكنه هي التي عليها
نعم صحيح سكون أو حروف المد، لأن حروف المد هي ساكنة حتى من غير ما نضع عليها سكون. كل حرف متحرك على رأسه فتحة نعم وضمة وكسرة، هذا حرف متحرك عندما يرتبط بحرف ساكن بعده مثل أي حرف عليه سكون أو حرف من حروف المد نسميه أحسنتم مخطئا صوتيا. هيا بنا نضع حرف الضاء حسب شكله في الكلمة، نكتب حرف الضاء في المكان المناسب. جاءت الرياح القوية وقامت غيرت كل حرف الضاء من الكلمات. أنا بدوري أنا وأنتم سنضع الشكل المناسب لحرف الأب. ننطق الكلمة الآن، ظل، ظل مع بعض، ظل. جاء حرف الأب في أول كلمة، عظيم، أحسنتم. جاء حرف الأب في وسط الكلمة، عظيم. ونرفع مي في وسط الكلمة، ح في ظ. ولفظ، أحسنتم. إذا أحبائي دعونا نسترجع ما تم أخذه في خلال حصتنا لهذا اليوم مع حرف الظاء. اسمه ظاء، نعم، وصوته إب. اسمه ظاء وصوته إب، وله شكلان فقط. وتعرفنا على أشكاله من خلال كثير من الكلمات التي توضح شكله في الأول وفي الوسط في النهاية، متصل أو منفصل. نعم، إذا اتفقنا إلى أنه شكلان فقط، كما تعرفنا أيضا إلى أنه صار حروف المد وكيفية لفظ الظاء مع المدود. أسمع كل الصف مع بعض، ظاء، أحسنتم، أه، ظو، الجار في الوسط، ظي، حرف الظاء مع المدود. كما تعرفنا أيضا إلى حرف الأب مع الحركات، الحركات القصيرة، فتحة وصوتها أ، وضمة صوتها أ، كسرة صوتها إي. كيف نلفظ الأب مع الفتحة؟ نسمع هذه الجار، أحسنتم، ظ، الجار في الوسط. كيف نلفظ الأب مع الضمة؟ أحسنتم، ظو، الجار الأخيرة الأب مع الكسرة؟ ظي. ومع التنوين واتفقنا بأن ننفض الإب مع التنوين، تنوين الضم ظن، تنوين الكسر ظن، ومع تنوين الفتح ظن. ونحتاج إلى نستمع وإياكم مع أغنية أو أنشودة لحرف الضاء نختتم بها حصتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم أحبائي الطلاب والطالبات مع درس جديد. انتظرونا مع أهل التعريف نستمع لأنشودة الضاء. إلى اللقاء. ظاء 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 ظبي في البستان في ظل الأشجار ينام، ظاء ظبي في البستان في ظل الأشجار ينام، ظاء ظرف ظاء ظفر ظافر أقبل ظاهر راح، ظاء ظرف ظاء ظفر ظافر أقبل ظاهر راح، ظاء 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 ظاء